عليكم ورحمة الله وبركاته إلى جميع السواق مع التحية. نظرا لهذه الأجواء الضبابية ولسلامتكم ولسلامة مستخدمي الطريق، لطفا ترك مسافة ال4 ثواني بينك وبين السيارة اللي تأتي أمامك لتجنب الانزلاق والحوادث. عدم استخدام المؤشرات الضوئية للسكرين ريفلاشر ال4 سكرينرات، إشعال المصابيح، لبس النظارة الطبية إن لزم أو إن كنت من مستخدميها، ربط حزام السلامة، التقيد بالأنظمة والقوانين، تشغيل المساحات دائما. هذا وشكرا، مع التحيات لكم عبد الخالق الخاجل.